ضمن خطة مديرية زراعة نينوى لمتابعة عمليات الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير، تفقدنا هذا اليوم أحد هذه المواقع وهي ساحة جوجلي لاستلام الشعير والتابعة للشركة العراقية. طبعا التقينا بالسيد مسؤول الموقع أستاذ إسماعيل وصاحب الموقع أيضا اللي هو السيد نزار. طبعا لاحظنا الموقع العمل به بشكل جيد وممتاز، وأيضا يعمل لساعات متأخرة من الليل. عمليات استلام الشعير، وبالرغم من الشروط القاسية حقيقة اللي وضعت هذا العام من قبل مجلس الوزراء، ويعني حقيقة الاستلام أيضا يعتبر جيد إذا قسناه بباقي الشركات الأخرى، شركة ما بين النهرين، الاستلام جاري على قدم وساق. نوعية الشعير طبعا ممتازة يعني حقيقة، بمواصفات جيدة جدا حتى تصلح حقيقة للتصدير. نتأمل طبعا إن شاء الله، وهاي أيضا من خلال هذا اللقاء أيضا أزف بشرة للفلاحين والمزارعين، إن شاء الله سيكون خلال الأيام القادمة موقف جديد، وإن شاء الله سيتم استلام كافة يعني كافة محصول الشعير على المواصفات القديمة لعام 2019. نتأمل أن تأتي هذه الموافقة خلال يعني نقول الساعات أو خلال الأيام القادمة وننتهي من هذه المشكلة. الفلاح بالتأكيد أريد أن أوضح هنا وللإعلام بشكل عام، الفلاح ليس له ذنب في عملية تسليم الشعير. الفلاح لم يستلم بذور أساساً من وزارة الزراعة ومن عندنا، الفلاح اشترى بذور من السوق المحلية، وأساساً من يشتري من السوق لا يعرف ما هي مواصفات هذا الشعير، هذه البذور، وبالتالي يزرع ده يحصد طبقت عليه شروط، والشروط متأخرة جداً. احنا اليوم احنا اقترحنا على وزارة الزراعة إذا أكو هناك خطط يجب أن تكون العملية استباقية وتكون في بداية الشهر الثامن أو التاسع مع بداية الخطة الزراعية. الفلاح يعرف شغله، ترى مطلوب من عندك 1، 2، 3 يقدر عليها الفلاح، يقدر ما يقدر يجوز ما يزرع. وبالتالي أعتقد يجب أن يعاد العمل بهذه العملية. موضوع البذور، هل الفلاح دائما يبقى يشتري من السوق لو إحنا نجهزه؟ أيضا هاي نقطة مهمة، الذي يتحمل المسؤولية هي الشركات ما بين النهرين والعراقية بالإضافة إلى تصديق البذور. هذه الجهات هي المسؤولة عن نوع البذور، إيش نزرع نحن نحصد. فبالتالي مشكلة إذا شعير ظهر بيشي، وحتى الحنطة ولدينا مشكلة حاليا بالحنطة، سواء كانت ظهور مادة العدس بالحنطة، أيضا فلاحنا حقيقة استلم البذور، إحنا طيناهم 26,000 طن الشركات من بذور الحنطة، وعدنا بحدود 50,000 طن تم شرائها من الأسواق المحلية. من يشتري من السوق المحلية ما يعرف نوع الحنطة الموجودة، فبالتالي من إجى زرع حصد لقى وجود عدس، ايضا وجود هاي مواد اخرى ايضا يسموها شوائب حقليه ايضا ظهرت. طبعا على هذا الاساس تم تشكيل لجنه بعد بالاجتماع بين التنسيق بين وزير الزراعه والتجاره، تم تشكيل لجنه بعضويه تجاره الحبوب ومدير زراعه نينوى ايضا والامن الوطني والاجهزه الاخرى ونضاف لها اتحاد الجمعيه الفلاحيه. هاي اللجنه حقيقه واجبها تطلع كشف على بعض الحقول ونضع حد ايضا لموضوع الرفض الكبير اللي حصل للحنطه هذا العام. يعني لحد الان لدينا حدود 600 شاحنه رفض للحنطه، وهي ماده مهمه واستراتيجيه ولها يعني تخص الامن الغذائي للبلد. يعني هاي الماده احنا بحاجه لها حتى يعني يكون عندنا اكتفاء ذاتي في هذا البلد. نتامل ايضا يتم معالجه موضوع الحنطه خلال هذه الايام، يعني انا اتامل ان شاء الله لنهايه الاسبوع موضوع الحنطه والشعير ينتهي ونرجع الى وضعنا الطبيعي والاستلام يعني يستمر بانسيابيه جيده. بشرنا باستلام محصول الشعير بالشركه العراقيه لانتاج البذور موقع جوجلي. وضعنا اليه من اول يوم، اليه بسيطه وسهله جدا، انه الشاحنه تجي اليوم ثاني يوم ما تبقى، يعني لحد هذا اليوم ما بيتنا شاحنه. معامله بسيطه جدا، يدخل الحاسبه والاستعلامات يكملها، ياخذون من عنده معينات من السيارات تروح للمختبر، بتطبق عليها المواصفات، السياره تنقبل راح تنقبل تفوت تفرغ، والسياره المرفوضه راح ترجع الى الحقل مره ثانيه. وآلية بسيطة جدا، وإن شاء الله ما نخلي قصور ويا الكل. زارنا اليوم الأخ الدكتور مدير الزراعة نينوى الدكتور دريد حكمت، واطلع على سير العمل لدى الساحة التابعة لنا والمؤجرة من قبل الشركة العراقية لإنتاج البذور. ونحن مشكرين منه وانطانا وفاءنا بشيء زين، ها بيان يرجعون على 2019 مال تسليم الشعير.
لأن الفلاح تدمر، الفلاح انتهى. سيارة اللي ب 65 سيارة استلمنا 25 سيارة والباقي رفض، يعني الله ما يقبل.